على بالي ما راكم فاهمين والو. الفيديو هذا حنا بداه لكم الكاميرات المراقبه تاع واحد الحانوت في مصر، وام بعد شويه تفهموني على بديت لكم الفيديو منا. المهم دخلنا انا وعبد هذا اليمونطاسيون، قال لي رجليته وجعني حاب ناكل كش حاجه حلوه. صايد جبال اللي بتفرح بيا. شو لقيت صايد؟ شو هذا؟ شوف شو لقيت صايد؟ هذه السنسلة تاعها، لقيتهم ولا غير لقيتهم؟ عبد وين جبتها؟ سامح حبيش تأمني ولا غير كانت طايحة في الأرض خزرت وزيت وريتها للكاميرا، قلت لهم هاي اللي مش يقولوا سرقها ولا أحلف والله غير وريتها لهم ولقيتها. لقيتها في الأرض بين بلي تاع واحد طاحت له، روح رجع الحانوت روح. نرجع دوكا نرجع أنا الكرشي ما نرجعهاش صاي. عبد أنا بلاد الناس خويا حرد باصي أنا. وش صاحب وش لقيت؟ لقيت ترانا يا لقيت أخي سنسلة نورمال سوف سوفونير. خلاص ما تدورش معايا تكون مسروقه ولا امشي. عبدو يا اخي ما يقدرش يعيش بلا لي بروبليم. ها قاعدين في امان الله. رفض واحده السنسله شو مكتوبه نسخه مفقوده 800 قيراط. ها مكتوبه اغنى عقد الماس في العالم. يا يما تا الماس صاحب شو جمعه هذيك اللي ما يريحش مع الصبابط. تسمح في واحد عنده سنسله حيصوفيك؟ عبدو نحي تشيدا نحي تشيدا انا سمحت فيا دوك نترفاه وتشوف اخو الله غراني نهضر سيريو ايه. روح بيها راح شوف شو واحد بيها حالو باش ما باش اذا مسروقه ما نباصوش حنا. روح عبدو اه هاتشو شوفوا حالو بيها زوج جنيه بيها حالو. اولا لا صاحب الله ما وديها بهذاك البري اروح ورفدها في الارض. وهنا لقينا واحد الحانوت يشري ذو حفيصه الماس وسوايع، راح دخل سقساها وتخرج. صاحب سقسيته قال لي كاين واحد يشريهم في البورت. صاب وقف البورت بوعريريت صاب البورت بوعريريت ولا كاش بورت واحد اخرى ما قاليش من البورت قال لي غير البورت. عاود نروح نسقسي وانت صاب قال لي برج القاهره قال لي سقسي ثم واحد اسمه عزوز عزوز اللي بيع الكاسي روحوا لعندهم بيعوا له صاب بين روحوا هيا شحال شحال ساعه زعما انا 11 ونص صاي نفطروا نشربوا قهوه نفطروا قهوه صاي هلا 5 في 3 وين تكون 3 حط 3 وين يكون نمر وحط لي تبع اصبر ها زيرو فارغه صاب ديما نحرق لساني من نشرب قهوه نحرق لساني عبدو تيري الدومي نجيبو مليك خلاص صاب ولا غير خلاص دوك صاب يخليني يتعلم بعقلك واحد حط فيها نمر واحد اي والله. خبر عاجل، شابان من الجزائر قاموا بسرقة أغلى عقد في العالم، وهذا العقد مصنوع من الألماس يعود إلى أغنى رجل في مصر. كما أنه ولقد رصدتهم كاميرات المراقبة في أحد المحلات بالقاهرة، كما أنهم كانا يرتديان بدلتان برتقاليتان. شو عبدو إذا قالت واحد فيهم غبي غيرهم وأحد الشخصان فيهم غبي وأصبحوا بين ليلة وضحاها أكثر شخصان يبحثون عنهم في مصر. هاي عم يخسروا فينا كاع عم يخسروا فينا صعب وقتها فقلنا على بالك الناس كاع عم يشوفوا فينا حاج عبدوك شو نديرو؟ شو نديرو صاي؟ ندخلوا لهيك نبدلوا اللبسة باش ما نبانوش حنا. أوه. مش ازرب 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 اكاني مبان مشي انا صاي ودخلنا لهذه الجنينه باش نبدلوا اللبسه. ها هو برج القاهره اللي قالوا لنا يشرو عليكم سنسله فيه زعما نروحوا ليه.
احنا صدمنا صدمنا بدلنا حوايجنا وجينا رايحين لهذاك برج القاهرة نسيو نبيعو سنسلة. وصلنا لهذا البرج كان قدامنا ندخلو ما ندخلوش ندخلو ما ندخلوش ندخلو باينة. ادخل ما تبينش بلي زعما زعما راك خايف ولا تبين بلي عندنا حاجه. هنا تتباع البضاعه اليوم صراحه. انت كاش تحضر في الناس؟ السلام عليكم. صافي زيدو ندو هذه راه نطلع في لاسونسور. او صراحه ماليا اليوم ما تهمناش الناس عندنا. مش احنا اللي عندنا الباطه؟ صافي اللي قلتي خبيها ويا نديرو شي تني فيه. منا صور منا هنا ما عندناش الباطه. وهنا يوصلنا للبرج الفوق كاع. هنايا قالوا لنا تلقاو هذاك عزوز اللي يشري عليكم هذه السنسله. هاي طلعنا وبدينا نحوسوا عليه ثم. هذا برج القاهره جاي في القاهره انا عندك باين بلي جاي في القاهره. المهم كطل من الفوق تشوف القاهره كومبليت بان. وحنايا كي نشوفوا القاهره كومبليت احنا جينا نبيعوا السنسله لعزوز ونروحوا. صحه ورا عزوز صافي فرعون ولقينا هنا وما لقيناش عزوز. صافي سقسي هذا سقسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ اهلا بيك بخير. اهلا وسهلا نورتنا. الحمد لله. اهلا بيك. عمو سقسيك هنا أهلا. هنا يخدم عزوز اللي يشري سناسه تاع الخاصي؟ لا لا ما فيش عزوز. عزوز ايه؟ لا ما فيش حد هنا اسمه عزوز. ما فيش؟ لا 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 لا. انت واش تخدم عمو؟ مصور. انا مصور فوتوغرافر. صاب خلينا من عزوز نتصوروا خير. ضرب كف كف طح من برج القاهره. صاب شو شحال حلوين؟ انت عسل والله. هذا عسل ولا غير عسل؟ مر عسل جدا. ولا غير عسل صوت احسن من نريح مع هذا. يقول لي احسن صوب. الله يسترنا يا ربي سحروني على بيا مانيش ناكل مليح. حني ناكل ربع طباسه وبرك صوب. روح زعفت كي قال لي احسن خلاص صوب. تطلع ماضيش تاع البايط ما تزعفش. ماشي وقتك عزل بروحهم بيه. صافي انا حسيت على الحلوله تاع البوزنزر. طلعنا برج القاهره كومبليت ما لقيناش هذا عزوز. المهم عاودنا جينا هابطين في لاسونسور لقينا هذا السيد مرشد يبدا يحكي لك على برج القاهره. برونشينا له بيت ما نهبطوا. المدير عام 1961 استغرق بناء وخمس سنوات فعاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. انتوا منين؟ انا من الجزائر. حاسس ان انا عرفكم وشفتكم قبل كده. اول لا اخويا جامي شفتني انا. شبهتني فوق هدول. زلاب زلك تبنا دم قاعد قصر معاه. وقر سحرنا لو شرش في مصر. هذا سيد عرفنا ما فهمتش مبدلي اللبسة وبنواضر وعرفنا سما تصورنا ميدورو في مصر كومبلي. زدنا رحنا لهذا المحل يبيع ثاني يشري سناس تاع ذهب وفضة. دخلنا ليه يشوفوا إذا يشري علينا. صافي في أول هذا. عمو عليكم. عمو عليكم. عمو عليكم. عمو كيفك بخير؟ الحمد لله تمام. بخير؟ عمو عندنا قلادة حبينا نبيعوها لك. قلادة والسنزة و مش بعيد. أنا شايفكم وعارفكم كويس وعارف دي بس أنا ما بشتريش. عرفنا صوهاج. صعب هذا السوري يشريها أنا حسب اللي يشريها. ما تبينيش يكون خبي وجهه. عمو عليكم. يعرفوني الصواب يما ما تعرفنيش. اكمل يا خويا. الحمد لله خويا عندي سلسلة حبيت نبيعها. هاي زبيحة. جيبها منين؟ جبتها منين؟ اه جيبها منين خويا؟ تقسي فيا هايدا تاع البوليسي. انا شايف جابني كده تبع عليك. انا لي ودي زيد تشوفها مليح خويا. انت هو يا احمد انت حقيقة خويا. هات التليفون عبد الرفيد. هو طبعا عندك التليفون. روح عيط طول. هاي دور هاي دور. اروح صبر روحو حراقه يا متاتر. صبر روحو حراقه خلاص هم حلفين فينا هنا قاعد الناس هم حلفين فينا. عمو يا اخي ما عرفتناش. هذا كاين والو عمو. الفيديو الذي ابكى الملايين اول مره حندير على عبدو قال لي راحوا حراقه باين بلي نهربوا خلاص ولينا مشهورين في مصر اكثر من محمد رمضان. ايماجيني في من انا رايحين حراقه. رانا رايحين حراقه في نهر النيل. صاب قولوا يزرب. صاب بالك تقولوا حطنا في البورت عبد جاي. قولوا حطنا في تالجي خويا. يزرب شويه يزرب يمشي زوج الحاج. صاب اللي وقع اركاد بابور يا خوتي ويمشي زوج بالبابور.
وكان رحنا نرجو نفوتو اه هذا طلعت لي انا راح نحرقه في نهر النيل معليش مهم نخرجوا منه المهم نهربوا من القاهره نخرجوا الكشويله يا معليش وهنا يخلص حلقه تاع اليوم راح تسحر وغدا ان شاء الله تصبحوا صايمين وش حبيتوا